علي المعروفة على المواقع باسم أم فهد. وذكرت مصادر في شاهدوا الفيديو المخل لعسل حسام الذي تسبب بسجنها وفيديو مسرب من داخل السجن. تصدر اسم عارضة الأزياء العراقية عسل حسام بعد قرار بسجنها بسبب فيديوهات مخلة لها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محتاجة أحد ينومني. وقال مصدر أمني عراقي إن حكم الاعتقال جاء بتهمة نشر المحتوى السيء ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر المنصات. وأشار المصدر إلى إلقاء القبض على 6 أشخاص آخرين بينهم نساء من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جراء نشرهم محتويات سيئة وتخالف الذوق والآداب العامة. اللي بيحصل لي ده مش حسد، لا 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 لا، ده سحر اسود، لعنة فراعنة، في مقبرة هندية. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القبض على عارضة الأزياء، حيث قال البعض قوى أمنية تقوم باعتقال عسل حسام ومجموعة من مشاهير التواصل الاجتماعي بتهمة نشر المحتوى السيء ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة. كما كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية العراقية عن تشكيل اللجنة القضائية العليا لمحاربة المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وقال المصدر بأن اللجنة القضائية أصدرت العديد من أوامر إلقاء القبض على أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية وتحديداً عبر تطبيق تيك توك. لينا نصر للصبح وكل اللي عندك راوي وانزل. كما لفت إلى أن أوامر القبض صدرت بناء على أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وأثارت حملة الاعتقالات جدلا واسعا في البلاد، إذ عارضها كثيرون على اعتبار أنها مس بالحريات العامة والخاصة على حد سواء، فيما رحب بها العديد من العراقيين بهدف تنظيم المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.